الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 2 مليون دولار، وذلك لدعم النازحين اليمنيين لتحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة في عدد من المدن اليمنية. تعاون جديد لشراكة إنسانية جديدة. وعلى هذا السياق وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة بين الصندوق ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يقدم الصندوق بمقتضاها منحة بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشروع دعم النازحين في الجمهورية اليمنية. اليوم اللي وقعناها بقيمة 2 مليون من أصل 20 مليون، وهي أول اتفاقية من الاتفاقيات المفروض نوقعها في هذا المجال مع المفوضية الأمم المتحدة للاجئين، مخصصة لتغطية تكاليف إعادة توطين وتسكين حوالي 200 ألف لاجئ داخلي داخل اليمن المتأثرين بالأوضاع السياسية والعسكرية الحالية في الجمهورية اليمنية. المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة وتحسين إمكانيات الوصول للخدمات الأساسية لحوالي 200 ألف نازح في عدد من المدن اليمنية. وأول شراكة ما بين المفوضية والصندوق الكويتي فيما يتعلق بمساعدة النازحين الداخلية والمجتمع المضيف في اليمن الشقيق. هذه الاتفاقية إن شاء الله سوف يستفيد منها أكثر من 200 ألف شخص من المجتمع المضيف ومن النازحين داخليا في مجال المأوى، صيانة المباني التحتية والمأوى للمجتمع المضيف. سيوفر المشروع أيضا التزويد بمواد البناء الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية وتأهيل مصادر المياه وإصلاح الطرق في مواقع متفرقة. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.